ثلاثة. تحية نضالية الجماهير الشعبية اللي تواجدت اليوم بدعوة من شباب حركة 20 فبراير بزايو لخوض أشكال نضالية كباقي المناطق على المستوى الوطن الحبيب، لأن كانوا انتفاضات شعبية اليوم في مختلف المناطق. وصل الصدى من الدار البيضاء، وصل الصدى من فاس، وصل الصدى من مراكش ومختلف المدن هذا الوطن الحبيب. المطالب أساسية ومطالب واضحة: إقالة الحكومة والبرلمان، إقالة الحكومة وحل البرلمان، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وبالإضافة إلى ذلك تأسيس جمعية من أجل صياغة دستور جديد يعرض للنقاش ومن بعد ذلك للاستفتاء شعبي. كذلك من بين المطالب محاسبة وشد الخناق على كل المسؤولين وكل الجلادين اللي نهبوا الثروه تاع البلاد واللي هربوا الاموال لسويسرا. كذلك الجلادين اللي يعذبوا واللي يعتقلوا المناظرين والمناظرات ومعتقلي الراي بصفه عامه، ما نشملوا حتى شي واحد كيف ما كانت الايديولوجيا نتاعو، كيف ما كان التصور نتاعو، كيف ما كان البرنامج السياسي نتاعو، كان طالبوا بالاطلاق الفوري لكافه المعتقلين السياسيين وكافة معتقلي الرأي. كذلك من المطالب الأساسية أن هاد المسؤولين اللي كيديو أجور عالية ينزلوا لهم شوية في الأجور، ويراعي ولدك البوبري اللي كيدي 50 درهم للنهار أو 30 درهم في بعض مناطق المغرب، وكاين مناطق في النواحي تاع خنيفرة وتاع الأطلس. الشعب المغربي والأفراد والمواطنين راه ما عندوش الدخل تاع 10 درهم في النهار. كنقولوا للسي المدير تاع الفوسفات، الا كتدي 30 مليون فكر لك اللي ما عندوش 10 درهم في النهار. الا نتايا كتهرب وعندك اموال على برا، وعندك كتمشي تقضي العطال والويكاند في دبي وفي البرازيل في اوتيلات في خما، راه كاين ناس ما لقاتش وجبتين صحيتين في اليوم. هذه كانت من المطالب الأساسية تاع الحركة تاع 20 فبراير. إضافة إلى هذه المطالب كنقولوا وكنأكدوا على استقلالية القضاء البوليسي والأجهزة القمع كيف ما كانت، حتى هي تعرض للمحاسبة. الكولونيل الجنرالات اللي شادين هذا الوطن هذا حتى هما يتعرضوا للمحاسبة. حنا عارفين الخروقات نتاع البوليس والخروقات نتاع هاد الناس هادو اللي كاين عندهم السلطه في هاد البلاد، راكبين فوق القضاء ما كيتحاسبوا شيء. بغينا كل شيء يتحاسب، كلنا مواطنين قبل ما يكون في مجلس رئاسي او لا في مجلس السلطه، حتى هو مواطن. بغينا القضاء فوق الجميع. اضافه الى ذلك كاين ومن المطالب الاساسيه نتاع الحركه نتاع 20 فبراير كاين المطلب نتاع فصل السلطات ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لأن ما يمكنش نضمنوا نظام وطني وديمقراطي وشعبي إلا ما كانتش فصل السلطات، إلا ما كانتش السيادة الحقيقية نتاع الشعب. حنا كنهضروا على السيادة الحقيقية نتاع الشعب، فيها نقاش هذا من بعد. وتحية نضالية، وكنحيي الساكنة نتاع مدينة زايو، لأن بينت واحد الساكنة على الموقف الارتجالي نتاعها، ومازال غادي تكون وقفات. غادي نردوا كنقولوها من هذا المنبر، راه الوجه الحقيقي تاع مدينه زايو انه ذاك الانسان اللي ما كيرضاش، وهذاك الانسان اللي باغي الكرامه وباغي الحريه وباغي الانعتاق، راه غادي يتحقق. دابا الشعب راه عنده كلمه. وتحيه نضاليه، وحتى لا ننسى تحيه حتى للناس اللي غطاو هالتظاهره الشعبيه بامتياز، الناس الاعلام من المواقع الالكترونيه والجرائد، ويمكن راه ترسلت حتى مواقع، ترسلت حتى الفيديو. راه وكما كيقول الرفيق راه حنا نزلنا للشارع. اللي بغى يلتف بالحركه يلتف، يجي لي ملاح كنخطو.
كنقولها بدون خوف، كنقولها بدون خوف. راه حنا كنفكروا نديروا لجان شعبيه، كنفكروا نخدموا في لجان شعبيه، لان عارفين هاد الاحزاب ما عطاونا والو، الجمعيات ما عطاونا والو، الهيئات ما عطاونا هاد الشعب والو. الشعب الحق تاعو غادي يردو بيدو. وتحيه نضاليه، والمجد والخلود للشهداء، والمجد والخلود للمعتقلين، وتحيه نضاليه. ورحنا سايرين، راه مازال المستجدات الوطنيه غادي تطرح، راه الا تطرح مستجد وطني بان كاين اعتصام في كازا ولا كاين اعتصام في الرباط، غادي يكون هنا ميدان التحرير، وغادي يكون هنا ميدان التغرير في زيو الحبيبه الصامده. وتحيه نضاليه، والمجد والخلود للحسيمه وتماسينت وامزورين.